مساء الخير. أنا الدكتور هاني راجي، رئيس أقسام القلب في معهد القلب القومي في إمبابة. إحنا النهاردة في المؤتمر، الأضواء المقتطفات من مؤتمر جمعية الضغط الأوروبية اللي جاء الأقطاب الثلاثة من جمعية القلب الأوروبية، الدكتور جوزيبي مانشيا من إيطاليا، والدكتور إنريكو أجابيتي روسي من إيطاليا برضو، والدكتور أثناسيوس مانوليس من اليونان، وأطلعونا على الحديث في علاج ضغط الدم وفي تشخيص ضغط ارتفاع ضغط الدم، والتغييرات في المجال ده بالذات ضخمة جدا جدا جدا. بالنسبة لزملاء الأطباء، يمكن الحاجة الجديدة هي أن طبعا الإرشادات الجديدة الجايدلاينز بتاعة ارتفاع ضغط الدم وعلاج ضغط الدم اتغيرت بطريقة دراماتيك في الجايدلاينز الأخرانية، والتعريف اتغير رجع تاني 130-80، وده التشخيص بداية ارتفاع الضغط، والعلاج لازم يكون من أول 140-90، وده هو الهدف، هو التارجت ان الناس ضغطها ينزل تحت 140-90 بصفة عامة في معظم الناس. طبعا الكلام ده كان ممكن نقراه، انما الحقيقة النهاردة سمعنا حاجات مهمة جدا، لان الخبراء اللي جم اوضحوا بعض الحاجات اللي في غاية الاهمية، منها مثلا التوصية ببدء العلاج بعقارين مش بدواء واحد بس، عقارين في قرص واحد، ودي ميزتها انه نسبة النجاح بتبقى اعلى بكتير، ولأنهم اكتشفوا حاجة مهمة جدا، اكتشفوا ان معظم العيانين، تلتين العيانين اللي عندهم ضغط بيفضلوا لمدة طويلة جدا ماشيين على الدواء اللي اتكتب لهم اول مرة. فطبعا لو الدواء اللي اتكتب لهم اول مرة ده كان دوائين في قرص واحد بفعالية اكتر، هتبقى نسب التحكم اكتر. والكلام ده تم يعني مش اعتباطي، وتم دراسته ووجد فعلا ان انت لو ابتديت للناس اللي ضغطها عالي بقرص فيه عقارين مع بعض، منهم مدربول بجرعة صغيرة ودواء تاني، بتقدر انك انت حتى لو الأدوية ما تغيرتش، وحتى لو حصل ما يسمى بالفيزيشن انيرشيا اللي هو الدكتور مش متابع ضغط العيان او العيان ما بيتابعش ضغطه، وده غلط، انما للأسف هو بيحصل كتير، فكويس انك تبتدي بدوائين. الحاجة التانية طبعا انه كل مريض ضغط مختلف عن التاني، يعني مريض الضغط اللي عنده سكر ليه مجموعات ادوية زي الايس انهيبيتورز والانجوتنسين ريسبتور بلوكرز، هم رقم واحد بالنسبة له. مريض الضغط اللي عنده ذبحة صدرية يمكن يفضل تستعمل فيه البيتا بلوكرز. مريض الضغط اللي عنده هبوط في وظيفة عضلة القلب هيبقى الركن الاساسي الكورنرستون بتاع علاجه الدايوريتكس والايس انهيبيتورز، وطبعا البيتا بلوكرز داخله معه. كل عيان ظروفه مختلفه عن التاني، العيانين اللي وزنهم كبير، العيانين اللي عندهم سكر، كل الكلام ده اتقال واتقال بوضوح وكان مفيد لنا جدا. اتقال برضو اشترك مجموعه ضخمه من الاساتذه المصريين، ابتدى الدكتور احمد شوقي يتكلم على الاتريال فيبريليشن وازاي الارتجاف الاذيني من أسبابه الرئيسية هي الضغط، وإزاي تتفاداه وإزاي تعالجه لما يكون فيه، وإيه أدوية الضغط اللي ممكن تستعملها عشان تمنع حدوث إتر فيبريليشن، وأجين هم برضو الإيس إنهيبيتورز والأنجوتنسين ريسبتور بلوكرز، ولما يحصل الإتر فيبريليشن تستعمل بيتا بلوكرز عشان توطي الهارت ريت. وإدى علامات واضحة جدا على الحاجات اللي تخليك تشك إن عنده هيجيله إتر فيبريليشن، لفت إتر السايز بيكبر. دكتور نبيل فرج، انا مش عايز انسى حد، بس اتكلم عن التاكيكارديا اللي موجوده وهل ليها صله بالعلاج الهايبرتنشن ولا لا، وخلص انه التاكيكارديا بالذات مهمه اكتر في الهارت فيلير اللي هي سرعه النبض، بس مش مهمه قوي في الهايبرتنشن، اولدو ان الموضوع ده مش مدروس. تم مناقشه برضو المرضى الضغط اللي عندهم سكر ومرضى الضغط اللي عندهم زياده في الوزن، وطبعا التوصيات الهامة جدا انه احنا كأطباء قلب وأطباء ضغط دم مش لازم ننسى ابدا الغذاء الصحي، التوصية بالامتناع عن التدخين وانقاص الوزن والرياضة والمشي اليومي. مش عايز اطول على حضراتكم، فبشكركم جدا
واعتقد انه على الويب سايت بتاع المؤتمر هتلاقوا كتير من المحاضرات اللي اتقالت. الف شكر وسلام.